عدم التواضع عند بعضنا. اولا في الحياة الزوجية بعضنا غير متواضع مع زوجته. يقول مرة، سبحان الله، المرأة ما الذي، لماذا تستنقص المرأة؟ بعضنا لا يسمع رأيها. الله انت بكرامة يا شيخ، المرأة تقول، تكرم من المرأة، تكرم من أمي وأمك وزوجتي وزوجتك، هذا خلق الإيمان. بعضهم يرى المرأة في درجة أقل، وإذا بغى يشتمها قال يا شيخ ناقصة عقل. هي ناقصة عقل لأنها كاملة العاطفة، وأنت كامل عقل بس ناقص عاطفة. والله لو كمل عقلها أنت تدمر، أنت روح فيها أنت. لو كمل عقل المرأة لتدمر الرجل، لكن الله أنقص عقلها وأكمل عاطفتها لكي تستمتع، فهي صاحبة المعروف مو بنا. تصور لو ارتفع عقلها والله ما يطبخ اليوم اللنت، ولا يغير حفاظة الطفل اللنت، ولا يكنس المجلس اللنت. لكن احمد الله ان الله سخرها لك، اللهم خلها لنا وطول اعمارهن على الطاعة، واغفر لأمهاتنا اللي تعبوا وشقوا، ونسائنا وبناتنا. بعضهم هو متواضع مع المرأة، يا أخي لا ترفع عنفك، والله لو زوجتك تروح لأهلها مع أطفالك أن بيتك هذا يوحشك ولا لا؟ والله يا البيت موحش لو اللمبات مولعة في كل جهة. يا أخي نور البيت هم، سكينة البيت هم، خلقها منك. وبعدين يلي ترفع عنفك على المرأة، أتدري إن عوج المرأة، يقول عوجة العوج فيك أنت، تدري ليه؟ لأن الله خلق المرأة من الرجل، وخلق منها زوجها. وان خلقها اي منك انت، انت زوجها، خلقها منك. وان خلقها منه، من ضلعك الاعوج، اذا عواجتها منك انت. الله يعجزك خير، فاصبر عليها لان صبرك عليها صبر على نفسك. عدم التواضع مع الطفل ايضا، بعضنا ما يتواضع مع الطفل، الطفل يتكلم اص ولا كلمه، بابا ولا كلمه، حتى ان بعض الاطفال كتم فما استطاع ان يتكلم. ما تلاحظون بعض الاطفال يتأتئ يفأفئ، شخصيته مهزوزة؟ سببها أنه أن الأب حتى إذا دخل عليه عند الرجاجيل، اقلب وجهك رح لأمك، لا أشوفك رح لأمك. ليه يروح لأمه؟ هو دامه ذكر خله معك، خله يتعلم معاني الرجولة. إذا تكلم كتمه بس. بل إن بعض الآباء حتى بكاء الصغير إذا بكى يقول لا تبكي، سبحان الله العلي، دموعه يحبسها. إذا انحبس دمع الطفل انعقدت حياته، وتعقد فؤاده. وكم دمر بعض الآباء الأطفال، آباء دمروا أطفال بسبب